استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد ألوك كومار سينها سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، حيث استعرض سموه المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين. وقد أعرب سعادة السفير الهندي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز علاقات مملكة البحرين وجمهورية الهند.